اليوم بدنا نحكي عن موضوع جديد، موضوع حلو بالنسبة للفوري سيريز اللي هي الكومبلكس فورم. أخذنا المرة الماضية الفوري سيريز، فخلنا نكتب عنوان اليوم فوري سيريز in complex form. أخذنا المرة الماضية عن trigonometry form، وحكينا إنه Fourier series لأي periodic function f of x من with a period of 2L بكون عندنا اللي هو f of x يساوي، خلينا نحكي for a periodic function f of x of a period to L. هاي ال period to L بكون عندنا ال function f of x اللي هي عن طريق ال trigonometry form، واللي بدنا نحوله اليوم على ال complex form. a0 زائد summation لل cosine waves a n cosine n pi على L في x، وهاي n بتبلش من واحد تنتهي عند ما النهاية، زائد summation لل bn اللي هي كل معاملات الساين ويف n pi l على l times x، وهاي عندك n بتبلش من واحد تنتهي عند ما لا نهاية. طبعا هذا كله اكيد محكوم بالبيريود اللي هو 2l، فاحنا بدنا نحط هون البيريود من عند ناقص l ل l. اوكي، فنتيجة الـ I periodic function، وهاي طبعا عندنا conditions هسا بدي احكي لكم عنها، كيف نضمن انه هذا الـ function رح نقدر نعمل له Fourier series ولا لا. بس خلينا نكمل باقي الـ terms اللي هون موجودات. حكينا الـ A0 اللي هي بتكون دائما نص الـ amplitude او الـ average تاع الـ amplitude او الـ average تبع الـ wave اللي جاي لعندنا، واللي هي بتكون هاي اي على اثنين، اي نوت على اثنين، وهاي بدها تكون واحد على باي. فالاي نوت بتكون واحد على باي تكامل من ناقص ال، طبعا كل الحدود الان من ناقص ال لال اللي هي الفترة كاملة، اف اوف اكس دي اكس. طبعا هذا يعطينا ريال تيرم. فالاي نوت دائما هون لانه ما لا له لا ساين ولا كوساين فهو بكون ريال. هلا في الكهرباء، في الهندسة الكهرباء، هاي بيعتبروه ال DC part وهذا بيعتبروه ال AC part. اوكي، بس احنا بالنسبة لنا في الميكانيك راح نشوف وين تطبيقاته، خصوصا لما نشرح عن ال partial differential equation وكيف نستخدم ال Fourier series فيها. اوكي، هاي بالنسبة ل A0، A n برضو واحد على باي من ناقص L L f of x cosine اللي هاي نفس ال n pi على L x dx. وبالنسبة لل bn اللي هي ال amplitude للsine waves برضو واحد على pi تكامل من ناقص L L f of x، بدل cosine نحط sine x dx. اوكي، والL هون where L is half length interval تمام. اوكي، فان شورت هاي عندي الفوري سيريز. اوكي، اللي هي بيكون عبارة عن real زائد cosine waves زائد summation of sine waves. اوكي، حكيت لكم هاي خليها زي اعتبروها زي الدي سي كرنت وهاي الاي سي كرنت. هلا معاملات الاي ان والبي ان والاي زيرو اللي هي عن طريق المعادلات هاي، طبعا احنا بنكمل من ناقص ال لال اللي هي، والال هي الهاف لينث انترفال. اوكي، فالان نيجي للكونديشنز اللي حكيت لكم عنها،
وهاي الكونديشنز ما بتتحقق الفوري سيريز الا هذول الكونديشنز تتحققن، اللي هي دريشيلي كونديشنز او دريكيلي كونديشنز. في إلها لفظ هيك وفي إلها لفظ هيك، فنكتبهم الآن دريكيلي كونديشنز. هلا هاي ضروري تحقيق دريكيلي كونديشن، كونديشنز لتحقيق فوري سيريز، فورير سيريز. اوكي، فشو هن دريكيلي كونديشنز؟ نشرحهم الان. ندخل للاشتقاقات والابريفيشنز تاعت الكومبلكس فورم للفوري سيريز. بدي اخذ الفانكشن التالي، هذا الفانكشن عبارة عن step function لأنه في شغلات كثيرة رح نحكي عنها. اوكي، نأخذ هذا step function اللي هو ببلش من صفر باي 2 باي، فالأوميجا عندنا هون اللي هي 2 باي ضرب frequency أو 2 باي على تي، وتي اللي هي البيريد عشان تحقيق ال one wave. فبالحالة هاي عندي 2 باي، فالفريكونسي عندي 1 اللي هي موجي واحدة خلال، هاي مبينة موجي واحدة خلال 1 سايكل. اوكي تمام، ونكتب عنوان هون دي اي ار اي سي اتش ال اي تي دريكيلي كونديشنز او دريكيلي كونديشنز. شفت فيها قراءتين. طيب الآن f of t اللي هي تاعت الفوري سيريز تتساوي a0 على 2، عشان نخربط an مجموع الكوساين، وهاي المرة هاي اوميجا t ممكن اكتبها بالطريقة هاي، زائد bn sin اوميجا t، وهاي من 1 للمال النهاية وهاي من 1 للمال النهاية. تمام؟ اوكي، هلا لهذا الفانكشن بحكي الكونديشنز عشان يتحقق انه في عندنا فوري سيريز، f of t must be single value or valued at all times or at all points everywhere. شو يعني هاي الكلام؟ هذا الكلام لو نطلع احنا على على الفانكشن هون موجود عندنا، هلا نطلع على اي منطقة ناخذ هاي، في عندي سنجل فاليو هون، في عندي سنجل فاليو هون، في عندي سنجل فاليو هون، في عندي سنجل يعني هون في عندي ستيب، ماشي؟ بس انه يعني انا عندي هون 1 وبعدين هون ما فيش شيء، هون عندي هون عندي ناقص 1 وهون عندي 1. اوكي، هلا هذا الكلام متى بتحقق؟ بتحقق اذا كان يعني اذا كان في عندي كونديشنز بالطريقه هاي، يعني هذا الاقتران اذا كان بالطريقه هاي وباخذ خط هون في عندي 1 value 2 values 3 values على نفس الخط. اوكي، على نفس الاكس اكسس، فما بيزبط معنا انه ناخذ له فوري سيريز، فلازم يحقق لنا انه ايش، انه اف اوف تي ماست بي فاليود ات اول بوينتس ايفريوير اور سنجل فاليود، لازم يعطيني قيمه واحده. يعني هذا الكلام بيعطيني قيمه واحده، هذا الكلام بيعطيني قيمه واحده، هذا الكلام بيعطيني ثلاث قيم، ما بيزبط معي. اوكي، فننتبه للنقطة هاي. اثنين، f of t must have a finite number
of discontinuities, discontinuities in one period. Okay, and the discontinuities must be finite. ايش يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام ما بصير عندي الان number of discontinuities او infinite number of discontinuities في الرينج. يعني هون انا ما عندي discontinuity، عندي discontinuity هاي، يعني خلال period هاي من 0 ل 2 باي كم discontinuity عندي هون؟ اوكي؟ يعني كانت ناقص 1 وفجأة صارت 1. فهاي عندي finite number of discontinuity لأنه عددها محدود. عندي واحد، ما بصير اني اظني اعمل اخذ اقتران بالطريقة هاي. بدي اخذ هيك. وبعدين number of discontinuities خلال one period has to be finite، يعني هذول لا يمكن يلتقن هذول الاقترانات. والشغل الثاني and discontinuities must be finite، يعني ما بصير اني اخذ التان من صفر لاثنين باي لانه عارف انه فيها discontinuity. اوكي، يعني لما يكون الباي اللي هي ساين الباي زيرو كوساين الباي، لا تكون واحد على ساين اللي هي تان انفرس، فبتكون الساين بالمقام وتكون زيرو بتعطيني انفينيتي. فما بيزبط معاي اني اخذها اعملها فوريير سيريز لانه at certain point at certain value الديسكونتينيوتي الفاليو تبعها بطريقة هاي بكون انفينيتي، فانا لازم تكون هي عندي فاينايت مش انفينيتي. فما بيزبط اني اخذ لها الفوريير سيريز بالطريقة هاي. اوكي، رقم ثلاث f of t، فهاي رونج وهاي رونج، هاي رونج هاي صح هاي صح. ف f of t must have finite number of maxima and minima اللي هي القيم العليا وقيم الدنيا minima in one period. يعني ايش finite number of، يعني عدد محدود من القيم العليا والقيم الدنيا. ما مش مشكلة انه يكون عندك قيم عليا بس ما يكونش يعني infinity number of maximum and minima في one period. يعني ما يعني تخيل معي زي هيك عامل، فكثير في عندي نويز بخلال ال one period، فهذا الكلام ما بيزبط له اني اخذ له فوريير سيريز. اوكي، it has to be finite number of minima and maximum. نيجي لهون، هاي ماكسيما هاي ماكسيما هاي ماكسيمم هاي ماكسيمم، جمعهم ماكسيما، وهاي مينيمم هاي مينيمم هاي مينيمم، بس سن فاينايت يعني اوكي عدد محدود خلال one period. فهذول الثلاث conditions، اول اشي f of t must be single valued at all point everywhere، يعني ما فيش عندي تكرار بالنسبة لل f of t. f of t must have finite number of discontinuities، اوكي بالنسبة لل discontinuity خلال function بتكون finite وبنفس الوقت إلها قيمة. اوكي، فالفانكشن دائما له قيمة ما يروح للانفينيتي at any point during the period. f of t must have finite number of maxima and minima in one period، يعني عندي حدود دنيا وعليا معروفة ومقدرة خلال one period.
الشرط الرابع اللي هو the integral, the integral over a period must be less than infinity. أكيد يعني ما يعني ما بزبطش إني أعمل integral من say t لعن t plus خلال period كاملة لل f of t dt ويطلع لي infinity. هذا لازم يكون أقل من infinity, يعني لازم يكون محدود القيم. أوكي for all t. هاي هي الشرط الرابع, الانتجرال لازم يكون ديفايند وإله قيمة, والقيمة هاي لازم تكون أقل من انفينيتي خلال ال 1 period. تمام هيك. في عندي بس هون النوت خليني أكتبها وننهي فيه الدريكلي conditions عشان نحقق لنا الفوريير سيريز. In general أوكي هاي النوت بدنا نكتبها عشان الفوريير سيريز نختم فيها بالنسبة للتريجونومتري وبالنسبة لدريكلي conditions. Note in general if the function has sharp changes هسه بحكي لكم شو يعني sharp changes, يعني زي البوكس wave, زي ال rectangular wave أو square wave, sawtooth wave, triangle wave. هاي الفانكشنز عندها sharp edges أو sharp changes. فإف there are, if the function has sharp changes ماشي, that means we need large amount of harmonics waves to represent it. بمعنى آخر لو كان عندي هذا الفانكشن, هذا الفانكشن سموث وما في عندي sharp changes, ما في عندي sudden change بالنسبة للفانكشن, everything is smooth. فأنا في عندي less number of harmonic waves. إيش يعني harmonic waves؟ يعني هاي is harmonic wave, this is another harmonic wave, جميعهم برضو is harmonic wave. فلأنه عندي smooth فبحتاج less number of terms بالنسبة للكوساين والساين عشان أمثل أي function إذا كان smooth وما فيش عندي sudden change. بالنسبة لهون أو بالنسبة لهذا الفانكشن اوكي هون في عندي sudden move بس عندي sudden change, وبالتالي بدي او عندي مثلا هذا الفانكشن هذا الفانكشن او هذا الفانكشن في عندي sudden change, وبالتالي اذا عندي sudden change او sharp changes بالتالي انا بحاجة اكثر من الساين والكوساين terms عشان اعمل representation. اوكي smooth curve بحتاج less representation of harmonic waves, sudden changes سواء كان عندي box, triangle, wave, sawtooth wave بحاجة ل more terms من الساين والكوساين عشان أعمل representation بطريقة مناسبة. أوكي الآن ننتقل ل real formation of complex form Fourier series. فنبلش بكتابة الفوري سيريز من أول. وبدنا نكتب شوية identities هون خليهم مجال عشان نستخدمهم في تحويل الفوري سيريز من trigonometry للcomplex form. f of x يساوي a naught over 2 plus summation of a n cosine, الكوساين بدنا نخليه
دلالة n باي على l. ممكن نستخدم أوميجا، ممكن نستخدم n باي على l، ممكن من غير n t just n t by itself. فإلها كثير صور حسب ما أنت بدك تعبر بالfrequency mode أو بدك تعبر بس بالperiod mode. n equals 1 infinity bn sine n pi over l في x. Okay. طيب هلا هاي بدنا نعملها rewrite in complex form. Okay. كلها هاي بدنا نحولها rewrite it in complex form. والcomplex form طبعا هو shorter اكيد يعني makes calculations easier. هسه بتشوفوا ليش. و shorter form و less cumbersome او less steps to calculate. ماشي. طيب تنشوف احنا هلا هون شو بدنا نعمل. نحول هاي ال equation ل equation that has a complex او exponential complex form. بدي اخلي ال a هون بس بدي احط ال identities a few identities هنا اللي هي Euler identity i to the power i theta e to the power i theta بتساوي كوساين زائد ساين زائد اي ساين ثيتا و اي ماينس اي ثيتا بتساوي كوساين ماينس كوساين ثيتا ماينس اي ساين ثيتا و كوساين ثيتا نعيد ري ارينج ذس بتساوي اي اي ثيتا بلس اي ماينس اي ثيتا على اثنين وساين ثيتا بتساوي نفس الشيء بدل ناقص بدل زائد ناقص واثنين بحط له اثنين اي. اوكي. وكمان برضه يمكن شفتوها من قبل كوساين ثيتا بتساوي ناقص 1 to the power n. وكمان اخر واحدة اللي هي 1 على اي تساوي ناقص اي. يعني عم نضرب البسط والمقام في i على i، فالi اللي بالمقام ضرب الi بالمقام تعطينا ناقص واحد، والi بالبسط بضلها بالبسط. اوكي. يعني كأنك تضرب واحد على i في i على i عشان تخلص من الكومبلكس اللي بالمقام في i في i، ما هي الi اللي هي جذر الناقص واحد، فها بتصير ناقص واحد وها بتصير i، فبترفع الناقص واحد لفوق. المهم فهاي اللي بدنا نتذكرها وناخذها معنا للديريفيشن تاع الكومبلكس فورم. طيب الان f of x بدي اكتبها هاي بدل الكوساين، بدل الكوساين هون بدي احط لها بشكل الفورم هذا، وبدل الساين بدي احط لها الساين الفورم او بالطريقه هاي كوساين ثيتا وساين ثيتا. تمام. طيب نيجي نطبقها الآن هون. بصير عندي f of x a naught over 2 في summation a n، وهي n من واحد للما لا نهاية، بدل كوساين نحط لها e i n pi n pi l x، ما عندنا x، زائد e minus i n pi على ال x الكل على اثنين، هاي زائد هون، وزائد b n e to the power i n pi على l x ناقص e
ماينس اي ان باي على ال في اكس الكل على 2 اي. اوكي، وهاي ان من 1 للمال نهاية. هلا 2 ممكن نطلعها عامل مشترك نحطها تحت الاي ان، و2 اي طلعها عامل مشترك نحطها تحت البي ان، فبصفي عندي بس العلاقة باستخدام هاي على بس الايز. نكتبها هون مرة ثانية، ممكن نكتبها مرة ثانية، ممكن من هون نختصر على حالنا خطوة، نطلع 2 هاي احطها على 2، وهاي احطها على 2 اي واطلعها من هون. اوكي، فبتصير العملية زي هيك. الآن الخطوة اللي بعدها we need to combine the e's مع بعضهم البعض، يعني هاي ال e موجبة وهاي ال e موجبة، هاي ال e سالبة هاي ال e سالبة، بدنا نجمع كل ال e's الموجبة مع بعض وال e السالبة مع بعضهم البعض. اوكي، خلينا نعمل expansion لهاي لهاي summation، نعمل expansion لهاي summation. ف combine all common factors فاللي هن بدي اجمع ال e i n pi على l x مع بعض، بدي اجمع كل ال e minus n pi على l x مع بعض. تمام هيك؟ اوكي، ف نيجي على مش عارف نحط له هون ولا لا. اوكي، فال f of x بتساوي a نوت على 2 زائد summation a n على 2 زائد b n على 2 i كلها هاي في e i n pi على l في x زائد اللي هي a n على 2 ناقص b n على 2 i الكل e minus n pi على l في x. ماشي، اذا لاحظتوا انا ما حطيت الان حدود التكامل او حدود السميشن، لان راح نعملها ري اندكسينج لهدف معين، انه في الكومبلكس فورم بكون حدود التكامل من ناقص ما لا نهايه، بكون حدود السميشن من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه، وبتكون هاي عند الصفر. اوكي، ف تنشوف مع بعض كيف تصير العملية. alright، لغاية الآن أنا بس بجمع n واحد للمال النهاية و n واحد للمال النهاية لغاية الآن، ما عملتش أي إشي على حدود السميشن. اوكي، الآن بتصير كالآتي. اوكي، إذا هاي زائد هون وهون ناقص، وبدي أخلص هلا من الاي اللي بالمقام اطلعها للبسط، اخليها كلها على 2 بحيث انه يكون نص ضرب القيمة هاي ونص ضرب القيمة هاي. شلون بنعملها هاي؟ حكيت لكم 1 على اي يساوي ناقص اي، بدي استغلها في تطبيقها بهاي المعادلة. فبصير عندي f of x بتساوي a 0 على 2 زائد a n ناقص i b n على 2 e i n pi على l x زائد a n
وهاي بتصير ناقص فوق بتصير مع الناقص اللي هون بتصير زائد اي بي ان على 2 اي ماينس ان باي على ال الكل مضروب في اكس. الان بدنا ننتبه هون لبعض المفارقات الموجودة ونستغلها لصالحنا. طيب شوفوا شو في عندنا الان، هاي الاي مع هاي الاي الاوس تبعها القوة تبعها موجبة، وهاي نفس الاي بس الاوس تبعها سالبة، فهاي شو بنسميها عندنا؟ كومبلكس كونجوجيت. هاي مع هاي بدنا نسميهن كومبلكس كونجوجيت. اوكي هاي نستعمل الاحمر، هاي الترم مع هذا الترم برضو كونجوجيت، يعني اي ان ناقص مع اي ان زائد اي بي ان، وهاي برضو كومبلكس كونجوجيت. كومبلكس لانه في عندي اي، اوكي فعندي هون كومبلكس كونجوجيت وعندي هون كومبلكس كونجوجيت، فبالتالي كل ال summation أو كل هذا الترم is a conjugate of this term. كل summation is conjugate of this summation. ف conjugate sum. تمام. فلما ال لما اعمل conjugate sum معناته شو بالاخر بده يعطيني؟ بالضبط symmetry. بمعنى اخر انا بروح على اليمين بيعطيني real زائد complex، وبروح على الشمال بيعطيني real زائد complex، يعني بس الكومبلكس اللي على اليمين موجب والكومبلكس اللي على الشمال نيجاتيف، فبالتالي النيجاتيف الكومبلكس اللي على اليمين راح يلغي النيجاتيف البوزيتيف الكومبلكس اللي على الشمال. ما راح يتوضح هذا الكلام، هلا بوضح لكم اياه بالمثال اللي عملته على الماث كاد، وبورجيكم شلون بمعنى السيمتري او الكونجوجيت سم بيلغي بعضه البعض. As long as these series valid or continuous over the entire period. تمام؟ وهذا الـ complex conjugate note الـ complex conjugate pairing، التزاوج بين الـ complex conjugate يعني اللي على اليمين نفسه اللي على الشمال بس بيختلف الإشارة، فالبيرنج تبعته بده يعطيني it results in the result is real. راح يلغي الكومبلكس بعضه البعض، اللي على اليمين راح يلغي اللي على الشمال، وراح يبقى بس الريال بارت. اعطيكم مثال على هذا الكلام. الان بما انه الريزلت تطلع لنا ريل، والصم هذولا برضه كونجيجيت تبعتهم از، والصم كله كونجيجيت او كونجيجيت صم وي هاف، بدي اعطيكم مثال اخذتوه انتو عن طريق الفيكتورز. لو انا عندي في فيكتور اي، وهذا الفيكتور اي اللي هو 3 زائد اي، هاي الريل صح وهاي الايماجينري، يعني هاي الريل وهاي الاي، الكونجوجيت تبعه وين بكون؟ بكون هيك 3 ناقص اي.
فهذا 3 زائد اي 3 زائد اي is conjugate to 3 minus i. اوكي باعتبار ان هاي واحد وهاي ناقص واحد. فوين المحصلة تبعتهم؟ لو بدي انا اجمع a ل a هات، هسا ال a هات اللي هي conjugate ل a، لو بدي اجمع a زائد a هات مش بدي اعمل زي ما تعلمنا ايام الستاتيك او ايام الفيكتورز، بجمع زي هيك اللي هي المحصلة تبعتهم. فالمحصلة تاعت هذا الفيكتور زائد هذا الفيكتور بده يعطيني على الريال. اوكي الان في ال في ال في ال سموا معي في ال في الكومبلكس كونجكت اللي هون الريزلت راح تطلع معنا مع سبيل المثال واحدة زي هيك، وواحدة بدي اخذها اللي هي ثلاثة بالطريقة هاي. اوكي الريال راح اخذه والايماجيني راح اشطبه، فالايماجيني راح يطلع معي بالطريقة هاي. هذا انا بحكي بس عن الايماجينري، فهاي راح اشطب هاي، هاي راح اشطب هاي، هاي راح اشطب هاي، فبالتالي شو اللي بضل معي؟ بس الريال، ريال بارت اوف ذا سميشن. تمام. هلا بالمثال الماث كاد راح اورجيكم كيف بيطلع معنا هذا الكلام. الان ليتس ري رايت الفوري سيريز and re-index the sum. Re-index the sum. لأن كانت الفوريير سيريز بالنسبة للكومبلكس اللي هي الإي تو ذا باور ماينس أي إن أي باي أو أي إن باي على إل إكس، هاي كانت من صفر للما لا نهاية. الآن أنا بدي آخذ الكومبلكس يكون من ناقص ما لا نهاية للما لا نهاية، يعني ياخذ كل الفترة هاي. ماشي. ف let's re-index the sum so we can end up with one term only. احذر شو هذا الترم اللي هو e to the power i n pi على l في x، ما بدي الماينس، بدي كله يكون باتجاه ال i n pi على l في x. شلون نعملها هاي؟ f of x a نوت على 2 بضل زي ما هي زائد هاي حكينا عنها اللي هي a n ناقص i b n على 2 وهاي e i n pi على l في x زائد a n زائد i b n على 2 في e minus n pi على l في x minus. اوكي طيب بدي اخلي هاي ال n هون، ال n اللي هون نخليها تروح من واحد للما لا نهاية، وهون النيجاتيف n يعني هاي كلها بوزيتيف n وهاي كلها بدي اخليها نيجاتيف ان. اطلعوا شو هاي كلها بدي اخليها الان عندي هون تروح من ناقص ما لا نهايه لناقص واحد. اوكي فشو بدي يطرا تغييرات؟ هاي مش راح يطرا تغييرات عليها، هاي اللي راح يطرا تغييرات عليها. وين ما في ان بوزيتيف بدي اخليها نيجاتيف. طيب هاي شو بدي يصير عندي؟ حكيت لكم هاي مش راح يطلع عليها تغييرات، هون التغييرات راح تصير. هاي بتصير الصم تبعها بطريقة هاي، ال a minus n اي اللي هي كل نيجاتيف n زائد i b كل نيجاتيف n على 2. هلا ال i e to the power i الان كانت عندي هنا بوزيتيف بدي اخليها نيجاتيف، وعندي نيجاتيف هون بتصير بوزيتيف اي ان باي على ال الكل مضروب في اكس. اوكي
فالهاي A صارت عندي A لكل ناقص N زائد I B لكل ناقص N في ال E، ماشي، نفس ال E اللي هون اللي هي ناقص I N باي N باي على L في X، لأن ال N معاملة النيجاتيف، فنيجاتيف مع النيجاتيف هاي بدها تصير بوزيتيف. فالآن انتبهوا لي شوي، هذا الترم الآن شابه هذا الترم. إذا شو اللي عملناه هون؟ all positive n to n، وبدي اعمل replace ل all negative n، او عملت replacement all negative n to نيجاتيف ان، تمام. الان خلينا نكتب هاي الصيغه بشكل ثاني ونحسبها الان ونجمعها مع بعض. اذا اف اوف اكس تساوي اي نوت على 2 زائد اي ان ناقص اي bn على 2 e to the power i n pi over l في x زائد، اعمل summation جمع لي اياها، a ناقص n زائد اي بي ناقص ان على 2 اي تو ذا باور اي ان باي على ال، الكل مضروب في اكس، تمام. كويس، هاي الفورم النهائي، مش النهائي بس لغاية الان قدرنا نعملها. الان بدنا نعمل ري اندكسنج للصم اللي هون. فالري اندكسنج للصم بالطريقه هاي، اللي هي هاي حكينا عنها all positive n اللي هي n من عند واحد للما لا نهايه، هاي all negative n من عند n ناقص ما لا نهايه للناقص واحد. طيب وين الصفر؟ هيها. اذا هذا zero term، هون الصم بده ياخذ من واحد للما لا نهاية، وهذا الصم بده ياخذ من ناقص واحد من ناقص ما لا نهاية لناقص واحد. فهيك بصير عندنا all complete صم. فكل شيء عندنا ناقص ما لا نهاية للزيرو للما لا نهاية. اوكي، طيب خلينا نكتبها بطريقة تكون افضل من هاي. الان شو اللي بدي اعمله؟ هاي بدي اطلق عليها ري اندكسنج. مثلا من عمل ري اندكسنج بدي اعمل نيو تيرم، فهاي بدي اخليها سي سب زيرو، هاي سي لكل بوزيتيف اندز، وهاي سي لكل نيجاتيف اندز. اوكي، وقدرت اني اوحد هذا التيرم مع هذا التيرم، بمعنى اخر انا ممكن اخذ برضه كومن فاكتور واثنين اجمعهم لبعضهم البعض. تعال نشوف كيف بتصير العملية. إذا f of x تصير a نوت على 2 زائد حكينا a n ناقص i b n على 2 e to the power positive i n pi over L في X زائد نفس السميشن A N زائد I B N، بس هاي ناقص وهاي ناقص وهاي اثنين E I N pi على L في X، تمام. اوكي، الان هاي كلها
سي لكل all negative ends، وهاي هو فاكتور جديد، سي لكل all positive ends، وهاي سي sub 0. تمام هيك. فالآن كل هاي f of x ممكن تنجمع على الفورم التالي اللي هي c n، لأنه هذا فاكتور وهذا فاكتور وهذا فاكتور، فكله جمعتهن as c n، وال e to the power i n pi على l في x. حدود تكامل، حدود السميشن من وين لوين؟ من ناقص ما لا نهاية للما لا نهاية، لأن أصلا صفر موجود هون. أوكي، عودة زيرو هون، الآن حطها زيرو، فهتطلع واحد وهتطلع سي سب زيرو. أوكي، الآن شو الفاكتورز اللي عندنا هون؟ سي ان، كيف أحسب السي ان؟ السي ان بدنا نحكي الآن سي سب زيرو اي نوت و سي سب بوزيتيف ان اللي هو نفسه هذا، و سي للنيجاتيف ان اي ان زائد اي بي ان على اثنين. تمام، النهاية اللي عندي او الكومبلكس فورم اللي عندي للما نهاية سي ان اللي هي اي اي ان باي على ال في اكس، وهاي هي الكومبلكس فورم. كومبلكس فورم عم بتعامل one term only، كنت اتعامل مع a n و b n و a 0، الان بتعامل مع term واحد فقط اللي هو c sub n، وهذا c sub n بقدر اطلعه بالكالكوليشنز الموجودات عندي هون، او هلا كمان بعطيكم معادلة c n لحالها. البيوتي تبعها هاي، الحلو في الموضوع انها very short compact و less cumbersome و fast، يعني fast لأنه عم بتعامل بس مع واحد term، و less cumbersome و compact لأنه عندي بس two terms، مش عندي معادلة طويلة زي ما كانت عندي هون. أنا بتعامل مع two terms only اللي هن واحد اثنين بتعامل معاهم. فهاي القضية اللي كنت بدي احكي لكم اياها، انه السيمتري، شو السيمتري؟ اذا كانت عندي هون سي لكل بوزيتيف اندز وعندي سي لكل نيجاتيف اندز، وهذا هو بكون اللاين اوف سيمتري. اوكي، الكومبلكس اللي بده يطلع من هون راح يلغي الكومبلكس اللي بده يطلع من هون، راح يكون متساوي بالضبط، فاللي بده يضل عندي بس هو الريال، الريال بارت. اوكي، كل imaginary parts will drop، كل ال imaginary parts components أو part، كل imaginary خليها parts drop and left with real. فهلا بحكي لكم شو هاي وكيف نفهمها عن طريق المثال. الآن حكيت لكم نطلع سي ان، الآن بدناش نطلع سي ان، بنطلع سي ان بس لحالها ونشوف كيف نطلع الفاكتور تاع سي ان وشرحه بده يكون سي ان ناقص. طيب سي ان حكينا عنها اللي هي نص اي ان ناقص اي بي ان، وهاي اللي هي نص الـ AN بدي اعتبرها اللي هي من الفورير نفسه. So الـ AN factor بده يكون 1 على باي تكامل من ناقص L L F of X، ومربوط هذا بالكوساين، كوساين N باي على L X DX ناقص I على باي
بدي أخش بالبيان تكامل ناقص ال ل f of x بدل كوساين بصير عندي ساين n باي على ال x dx والكل هاي مضروبة بنص لأن هذول الاثنين بدي أجمعهم لبعضهم البعض أو أخليهم كلهم في one factor بتساوي واحد على اثنين باي تكامل من ناقص ال ل f of x cosine n pi l x ناقص i sine n pi x dx هاي ولا اشي اللي هي تكون تعريف ال e to the power minus i theta فالآن بدي أرد أعيد كتابتها e to the power minus i n pi على l في x اوكي هاي ل c n هلا c to the minus n رح تلاحظوا ان كلها نفس الاشتقاق بس بدها تعطيني 2 باي ناقص ال على ال f of x e to the power plus i n pi على ال في x لان شفتوا قلت لكم اللي هي complex conjugate من بعضهم بعض فاثنين راح يلغوا بعض زي السيمتري عاملين فهذا من صالحنا وبنعمل fast calculations فاللي بنجمع اللي بياخذ السي ان اوتوماتيكلي قاعد بيجمع لها السي صب ماينس ان والسي نوت اللي هي A نوت على 2 واللي هي 1 على 2 باي 1 على 2 باي من ناقص L ل L F of X DX اوكي فهون نوت so when we find C لل positive N it also contain C sub minus n just by replacing positive n with negative n and also contains C sub 0 by replacing n with 0 okay so when we find C sub n or Cn, it also contains C sub minus n by replacing positive n with negative n and also contains C sub 0 by replacing n with 0 إذا بسوى الآن خلي عندنا القانون واضح f of x الكمبلكس فورم للفوريير سيريز اللي هو من ناقص ما لا نهاية للما لا نهاية cn e to the power i n pi على l في x والآن بسوى كمان نعرف شو c sub n تساوي 1 على 2 pi من ناقص l ل l f of x e to the power i n pi sorry negative هاي على ال في x اوكي طلعوا لي هون شوية ارعوا انتباهكم شوي هلا هاي سي ان هي هون يعني لو حطينا هذا القانون هون راح تلاحظوا اني انا بضرب الكونجيجيت بضرب ال e to the power minus i n pi على ال في x بضربها بهاي الترم اللي هو موجب فعامل زي النيجاتيف بيكتشر يعني انا حاط البيكتشر وحاط النيجاتيف تبعها اطبقهم الاثنين مع بعضهم بيعطوك ريال اوكي فحلو هاي ننتبه لها هاي مع هاي طيب نيجي على الاكزامبل find
the complex form of Fourier series of this function for f of x to say cosine ax من فترة من بين من ناقص باي لباي. اوكي، فعندنا ال L كم ال L هنا؟ لأنه ناقص باي لباي بصير ال L باي اللي هي نص الفترة الموجودة عندنا. طيب تمام، هلا ال F of X عندنا زي ما احنا كتبنا هون، ال F of X يساوي نطلع ال CN أول إشي، فسي ان عندنا هون تساوي 1/2 باي ناقص باي لباي كوساين AX e to the power minus n باي، او الباي على الباي، الباي على ال هي راحت اصلا ففيش داعي لها، فمباشرة بنحطها X ومنريح راسنا هون x dx. بالنسبة للتكامل هذا بالماضي حكيت لكم اعملوا التكاملات التالية، واللي هلا بدنا نستدعيه تكامل للكوساين اي بدنا نعمل ريكول للتكامل هذا اي بي اكس cosine ax dx. طبعا اللي حكيت لكم اياه في المحاضرات السابقه اعملوا تكاملات زي هيك تكون جاهزه عندكم وقت الحاجه الها، تكامل اي بي اكس كوساين اي اكس، تكامل اي بي تي ساين اي اكس، تكامل تي اي تي تي تربيع اي تربيع. فهي التكاملات خلوها جاهزة عندكم لأنكم رح تحتاجوها بعدين، فمش كل مرة بدنا نكامل فيها نكامل بالأجزاء ونحطها شيء، لا احنا بدنا نعمل جدول إلها ونستدعيها وقت الحاجة. فهذا التكامل كله بده يعطيني اي بي اكس على اي تربيع زائد بي تربيع في بي كوساين اي اكس زائد اي ساين اي اكس، هاي ساين اي اكس. اوكي، فهاي التكامل هذا التكامل هو هاي النتيجة تبعتنا. ومن مرة كمان بدي اياكم تعملوا هلا ما دام احنا فيها، اعملوا هاي التكاملات خلوها جاهزة عندكم تي ان اي تي، وخلوا كمان هذا التكامل عندكم جاهز ساين اي اكس اي بي اكس. تمام، هلا بنستخدم هذا التكامل، نتيجة هذا التكامل بنستخدمها هون. هلا شو البي عندنا هون؟ البي عشان نكتبهن، البي تساوي ماينس اي ان، والاي اللي هي معامل الكوساين او الفريكونسي جوا الكوساين تساوي اي بالحالة هاي. طيب نكتبهن هون اي بي اكس اللي هي ماينس اي ان في اكس على A تربيع اللي هي A تربيع بتضلها B تربيع اللي هي زائد minus I N الكل تربيع ضرب B اللي هي معامل ال E هنا minus A N cosine A X زائد A ساين اي اكس. تمام،
وكل هذا التكامل من وين لوين؟ من ناقص باي لباي. هلا بدل الاكس بنعوض لها باي، وبعدين من ناقص باي مره ثانيه. طيب نعوض هون بدل الاكس باي اول مره، ونعوضها ثاني مره بالناقص باي. اذا سي ان بتساوي 1 على 2 باي هلا هاي الاي ان اكس متغير بدي احطها جوا، وهاي ثابت بدي اطلعها برا، فبدي اضربها بالطريقه هاي اللي هي اي تربيع زائد هاي ناقص اي ان الكل تربيع ضرب اي. هلا المره الاولى بدي احط باي، والمره الثانيه بدي احط ناقص باي. فاي ماينس اي ان باي ماينس اي ان في كوساين اي باي زائد اي ساين اي باي، ماشي. كله هذا ناقص. هلا بدي احط الناقص باي اي ماينس اي ان ماينس باي في ماينس اي ان كوساين اي اوف ماينس باي زائد اي ساين اي اوف ماينس باي، تمام. هون بسوى برضو نعمل ريكول ايفن والاد فانكشن. فالايفن فانكشن بيكون الاف اوف اكس تساوي اف اوف ماينس اكس، والاد اف او ماينس اف اوف اكس تساوي، تمام. وعلى هيك احنا بدنا نحول القيم هاي من كوساين اي ماينس باي بدها تصير كوساين اي باي لانه هو ايفن، وكوساين الاي ماينس باي بدها تصير، وهي الزائد بتصير ماينس اي ساين اي باي، ماشي. فهلا بدنا نحط هذه القيمة هون وهاي القيمة هون، وكمان بدنا نعمل ريكول لشغلة ثانية. الاي اي ان باي بدها تساوي ناقص واحد to the power n. كمان برضو اي ماينس اي ان باي اللي هي نفسها الكونجوجيت لاي ان باي، واللي هي نفسها رح تعطيني ماينس 1 to the power n. فبالتالي هاي بدي استعيد عنها بناقص 1 to the power n، وهاي بدي استعيد عنها بناقص 1 to the power n. فوين هاي بدي احطهن؟ بدي احطهن هون. يعني هاي بدي اخليها ماينس 1 to the power n، وهاي بدي اخليها ماينس n ماينس 1 to the power n كمان. طيب خلينا نكتب المعادلة هاي ونعوض المطابقات اللي احنا وجدناهن، نعوضهن هون. اذا بتصير سي ان عندي هون 1 على 2 باي اي تربيع زائد هاي كمان برضو اللي المفروض ان حطيناها مطابقة. الماينس اي ان تربيع اللي هي اي تربيع في ماينس ان تربيع،
واللي هي ده تعطيني ماينس ماينس انترفيو. اوكي، لان الـ i تربيع اللي هي ماينس واحد، فبدي اكتب هاي من مرة اخلص من الـ i. ماينس انتربيع، وهاي كلها مضروبة في هاي القوس اللي هي ماينس 1 to the power n ماينس n كوساين a باي زائد a ماينس ان كوساين باي زائد a ساين a باي ناقص واحد to the power n. فعندي كمان هون ناقص i n كوساين a باي، هاي ناقص الى القوس كامل، وعندي هون ناقص a sin a باي، نسكر القوس كل. الآن انتم ملاحظين انه صار عندي هاي سالبة، هذا تصير موجبة، هاي كانت موجبة، هذا تصير موجبة كمان، لان عندي ناقص هون، وناقص 1 to the power n مضروبة كمان برضو هذا بالقوس كامل، تصير عندي واحد ان تربيع طيب بدي اخلص منها من هون من مرة. الناقص مع الناقص يصير زائد، وهاي عندي ناقص، طب روح مع بعض، الناقص مع الناقص يصير زائد، وعندي هون زائد، بتصير عندي 2 اللي هي ماينس 1 to the power n في 2، اثنين عندي مع اثنين هون بتروحن، اثنين a sin a pi، فهاي اثنين بدي اشطبها مع هاي الاثنين، فبصير عندي هاي اثنين بدي اشطبها مع هاي الاثنين، فبصير عندي، وهذا الناقص واحد n بطلعه برا، بصير عندي واحد ناقص واحد to the power n على a او pi في a تربيع ناقص n تربيع في a sin a باي. هلا هاي هذا ثابت constant، هذا constant، هذا متغير لأنه n موجودة هون، وهذا متغير لأنه n موجودة هون. فالمهم هاي بالنسبة للسي ان. اوكي، هذا ال اهم شيء نطلع السي ان. هلا الكومبليت كومبلكس فورم او فوري سيريز للكوساين اكس، كوساين اي اكس، اف اوف اكس بتساوي كوساين اي اكس، هاي شو بتساوي؟ بتساوي اي ساين a باي على باي، وهاي اللي فيهن n بدخلهن جوا summation of minus 1 to the power n على a square minus n square e to the power i n pi sorry x، هم فيهاش باي. اوكي، فهاي الكومبلكس فورم تبعت الكوساين اي اكس. هلا بورجيكم على الماث كاد كيف بكون شكله، او الماث كاد رح نشرح فيها كمان برضو اللي بده يطلع معنا، نشرح فيها ثلاث اشياء، اللي كيف بدنا نبرمج هاي المعادله على الماث كاد،
لانه شغله ثانيه، لانه الكوساين عندنا ما بيعمل شارب ايدجز، ففيش داعي للاتريشنز اللي كثير اللي جوا الان، فراح ياخذ مباشره شكل الكوساين يمكن من اول مره او ثاني مره، بعدين بصير سموثنس له. والشغله الثالثه اللي هي راح اورجيكم برضو الكومبلكس كونجيجيت، وكيف نلغي او الايماجينري بارت كيف راح يلغي بعض البعض وراح يظل بس الريال بارت. نروح على الماث كات. هلا هون بالمثال هذا اللي سويته في الماث كاد، اللي قدرت اعمله انه نفس اللي حليناه احنا بالمثال اللي هي find the complex form for f of x equals to cosine ax، وهذا الكومبلكس فورم اللي احنا وجدناه، فعملت له بالماث كاد بالطريقة هاي، نفس اللي بنشوفه هون بنكتبه بالماث كاد بالطريقة هاي، اللي هي a sin a pi على باي في السميشن هاد. لأن اضطريت اني اعمل بالطريقة هاي k تساوي 1 اللي هي n من ناقص k ل k اللي هي ناقص infinity ل infinity، فأنا بقدر أضيف حدود plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4، فبلشت من 1، والa اللي هي معامل الساين، يعني هاي ممكن تحطها أي إشي بدك إياه، ممكن تحطها 1 ما بتزبط معنا لأنها ساين الباي تطلع تطلع زيرو، ما بزبطش معنا هون، خليها 0.6. زي ما انتم ملاحظين اختلف الشكل، لكن عند الزيرو بتلاقيها ماكسيموم 1 هون. فنرجع على 0.5 ونشوف كيف العملية، نخليها على 0.5 عشان أوضح. فهاي الكومبلكس فورم، طيب نخليها هون 10، يعني اختلف شوي، نخليها هون 100 زي ما انتم ملاحظين. نرجع للواحد، وفي بدي احكي لكم هون عن نقطة حكيناها احنا في السلايدات او في الشرح، لما يكون عندي سموث كيرف ما فيهوش شارب ايدجز، ما في داعي للاتريشنز الكثيرة الكي هون عشان ياخذ الشكل نفس الشكل اللي بدي اياه انا، شكل ويف. فانتم ملاحظين على يعني على مسافات صغيرة او على اتريشنز قليلة ممكن اجيب الشكل. بالمقارنة اذا كان عندي هون شارب ايدجز بدي هون اعطي اكثر من ريبيتيشن تكرار، بحيث انه اقدر اجيب او اعمل سوبر بوزيشن لعدة ويفز، بحيث اني اقدر اجيب هذا الساين ويف او سوري هذا الشكل او شكل الاقتران اللي بدي اياه. فمرة ثانية لما يكون عندي شارب ايدجز بدي هون ريبيتيشنز اعلى، بس لما يكون عندي سموث كيرف بطريقة الكوساين هاي فبيطلع عندي سموث او سوري مش سموث كيرف، هو سموث كيرف بس الريبيتيشنز عندي اقل. مرة ثانية على 10 ما اختلفش كثير، وهاي 100 ما اختلفش كثير، وهاي 1000 برضو الاختلاف قليل. فهو حدود الكوساين من 0 ل 1، وهاي عندنا من 0 ل 1، وهاي عندي الناقص باي، وهاي عندي الباي. على ما اظن هاي 3.4 اللي حيث نعمل تريسنج لها، يس 3.14 اللي هي الباي. اوكي ساين الباي بيطلع زيرو، وساين الماينس باي بيطلع زيرو هون. اوكي ساين الزيرو اللي هي عند 1، ف تمام اللي هي كان ريبريزنتيشن للكوساين اي اكس. طيب هاي شغله، الشغله اللي هي او ثاني شغله الاولى اللي هي كانت اللي كوديفاينج الايكويشن هاي بالماث كاد، واللي قدرنا نعملها بالطريقه هاي. ثاني شغله انه الريبيتيشن، اذا كان عندي سموث كيرف ما مش بحاجه لاني احط 1000، ممكن اجيبها من فيو اتريشنز واقدر احكم على الشكل انه بياخذ نفس الشكل اللي بدي اياه ولا لا. وشغلة الثالثة الآن، تذكروا لما كنا نحكي عن الكومبلكس كونجيجيت؟ أوكي فالكومبلكس كونجيجيت اللي هي إذا بحط الرقم بلس ماينس 1، الماينس 1 بيعطيني رقم بطريقة هاي. أوكي لو نأخذ إحنا من هون لتسعة مثال، ف
فالان ماينس 9 بتعطيني النتيجه بالطريقه هاي اللي هي عندي ريال ماينس 1.796 ضرب 10 قوه ناقص 3 في الايماجينري بارت. وهنا الان لل 9 مش ناقص، هون ناقص 9، هون الان 9 اعطتني نفس الرقم لكن الايماجينري كان بوزيتيف. فهاي از كونجيجيت، الرقم هذا از كونجيجيت للرقم هذا، بمعنى اخر راح يحذف الايماجينري من هون، راح يحذف الايماجينري من هون، وراح يبقى معي بس الريال. ناخذ الان ناقص 5 والان زائد 5، هاي الان ناقص 5 اعطتني الريال بارت زائد الايماجينري بارت. اطلعوا لما احط بلس 5، هذا هون كانت لازم اعكسهم هون، طلعوا لما كانت هون 5 سوري اعطتني نفس الرقم بالنسبه للريال وعكسه بالنسبه للايماجينري، فهذا راح يشطب هذا. ناخذ احنا الناقص 1، هاي الريال وهاي الايماجينري. الان لما حطيناها بواحد اعطتني نفس الريال لكن الايماجينري بيختلف، اوكي، او عكس الايماجينري. فبالنسبه للكومبلكس فورم الحلو في الموضوع انه دائما الايماجينري حيشطب بعض البعض ونبقى بس بالريال بارت، اوكي. فما تهكلوا هم اذا طلع معنا نيجاتيف نيجاتيف ايماجينري، لانه بالجهه الثانيه لانه عندنا سيمتري بالجهه الثانيه راح يطلع معنا بوزيتيف ايماجينري، والايماجينري اللي على اليمين راح يلغي الايماجينري اللي على الشمال، فبالتالي وي اند اب وذ ريال نمبر اول ذا تايم. فحبيت ان اشرح لكم هذا المثال واشرح شو اللي بصير عندنا بالنسبه للريال زائد الايماجينري او الكونجيجيت بيرنج بالنسبه للكومبلكس فورم فورير سيريز. ناخذ احنا مثال هون صغير، نحكي الان بواحد، ان بواحد، هسه بدي اغيرها هاي، اوكي، ونحكي تي بواحد، تي 1 تساوي 1، هلا بغيرها لتي، وعطتني الرقم هون، شوف الرقم هذا 0.115 بلس الايماجينري اللي هو هيو. طيب خلينا احط اثنين ونشوف، الاثنين اعطتني هذا الرقم 0.018 ناقص ال 0.039. شوفوا الان لما احط ناقص اثنين الناقص هذا تصير زائد، شفتوا كيف؟ فالان نتاكد من خمسه اللي احنا خربطنا فيها، ناقص خمسه تعطيني زائد، فهي كانت العكس مضبوطه هيك. تمام. إذا بحط ناقص 5 بتعطيني الرقم هذا المهم زائد imaginary، وإذا بحط plus 5 الimaginary هون عندنا اختلفت للناقص، فرح يلغي بعض البعض، أوكي. بمعنى آخر لما يكون عندي أنا symmetry بالطريقة هاي اللي بحصل عليه فقط الريال، أوكي، لأنه الimaginary من الجزء هذا رح يلغي الimaginary من الجزء هذا، فعم بجمع الimaginary من هون مع الايماجينري من هون وبالنهاية راح يلغي بعض البعض. Why will end up with just real part. اوكي ناخذ مثال ثاني. فالمثال الثاني الاكزامبل عندنا هون find complex form for f of x بتساوي e to the power x. هاي سهلة بالفترة اللي هي minus pi لباي، والال اكيد يطلع معنا باي اللي هي نص الفترة الموجودة عندنا. فاكيد انتو عارفين رسمة ال e x الكل عارفها،
اللي هي تطلع من الزيرو وبالشكل هذا، تمام؟ لأنه أصلا عندي من ناقص باي لباي، فبدي أرجعها شوي لورا، فبدأ تصير عندي تقريبا بالشكل. أوكي، وبعدين نقطع عند الناقص باي، وهون نقطعها عند الباي، وبرضه بدي تكرر لأنه هو بيريودك، بدي تكرر معنا مرة ثانية وثالثة ورابعة. وهاي باي لاثنين باي، هاي اثنين باي، هاي ثلاثة باي، وبرضو يتكرر معنا سواء على اليمين او على الشمال. فخلينا نشوف كيف نطلع الكومبلكس فورم لهاي المسألة. طيب السي ان، اهم شيء نكتب السي ان او الكومبلكس فورم، الاف اوف اكس تساوي e to the power x، وهذا تساوي اللي هي summation of cn e to the power i n pi على l في x، والn من ناقص ما لا نهاية للما لا نهاية. حلو. طيب cn ايش هي؟ cn cn عبارة عن واحد على اثنين pi من ناقص باي لباي اف اوف اكس، الاف اوف اكس اللي هي عندنا اي اكس، و اي اوف ماينس اي ان باي على ال راحت، ظل عندي اكس دي اكس. بس خلي ان اقول لكم منين اجت السي ان. سي ان اذا مذكرينها اللي هي واحد على اثنين باي، أو واحد على اثنين ال، تكامل من ناقص ال لال، f of x e minus i n pi l على l في x dx، هاي السي ان. طيب نيجي للتكامل هذا، بدي اجمع الاكس جوا واحطهم بدلالة اي وحدة، فهاي شو تصير عندي؟ سي ان تعطيني واحد على اثنين باي تكامل من ناقص باي لفاي، والإي بتصير عندي واحد ناقص آي إن في إكس دي إكس. طيب هاي شو تكاملها؟ فبصير عندي واحد على اثنين باي في إي أوف ون ماينس آي إن إكس على واحد ناقص اي ان من ناقص باي لباي. لهذا ما دام انه ثابت بدي اطلعه برا، واخلي بس اللي هي فيها اكس داخل القوس، فبتصير عندي واحد على اثنين باي واحد ناقص اي ان، اوكي، اي to the power واحد ناقص i n x من ناقص باي لباي، تمام. هلا بدنا ندخل ال x هون مرة للباي ومرة للناقص باي، شو بده يصير عندي؟ بتصير عندي e of pi minus i n pi هاي للباي ناقص ماينس باي، وهاي عندي ناقص باي، عندي هون بلس بتصير بلس، هون عندي ماينس باي، الماينس من هون للباي مع الماينس بتصير بلس i n pi. خلينا نعمل expansion لهذا الترم ومن مرة نطلع الفاكتورز برا. فبتصير عندي سي ان is equal to واحد على اثنين باي واحد ناقص اي ان اي باي اي ماينس اي ان باي ماينس
e minus pi e i n pi. بس هاي بدي أعوضها بناقص واحد to the power n, وهاي بدي أعوضها بناقص واحد to the power n زي ما عملنا بالمثال السابق. فشو بتصير عندي المعادلة كاملة؟ واحد على اثنين باي في واحد ناقص اي ان, والناقص واحد ان بطلعها برا كمان. اوكي, فهذا يصير عندي ناقص واحد to the power n e باي ناقص e minus باي. الآن ممكن يعد كتابة هاي هيك انتهت, لحد هون انتهت كل شيء تمام. ممكن برضو نعيد كتابتها سي ان تساوي ناقص واحد to the power n على واحد ناقص اي ان, ندخل اثنين باي لهون او اثنين لحالها, نحط الباي هون ناقص اي ماينس باي على اثنين, وها شو تعطيني اللي هي سنش اك سنش باي. ممكن كتابتها الطريقة هاي, فممكن نعيد كتابتها سي ان ماينس 1 تو ذا باور ان على باي واحد ناقص اي ان سنش باي. تمام. Anyway, اللي بكتبها لغاية هون تمام, واللي بكتبها لغاية هون هذا الفورم كويس, هذا الفورم كويس, هذا الفورم برضو كويس. اوكي, مش مطلوب منكم تطلب تحطوها بهذا الفورم, لغاية هون بكفي وبمشي الحال يعني. بس anyway, خلينا نعد نحط ال f of x كامل الآن, بتتساوي e to the power x, وهاي شو بدها تساوي؟ بدي احطها بالفورم هذا اول شيء. summation n من ناقص ما لا نهاية للما لا نهاية ناقص واحد to the power n على باي او على اثنين باي في واحد ناقص اي ان. اوكي, وهاي كلها e to the power باي minus e minus pi, كل هاي مضروبة في ايش؟ e to the power i n x. او ممكن نكتبها لانه هذا ثابت, هذا ثابت منطلعها من برا, او ممكن نكتبها بالطريقة هاي e pi minus pi على اثنين باي في summation of minus one to the power n على one minus i n e to the power i n x. برضو ممكن نكتبها بالطريقة هاي, او كمان ممكن نكتبها سنش بالطريقة هاي كمان. اوكي, الآن خلينا نروح على الماث كاد نشوف كيف عملناها أو بنعملها بالماث كاد, وبنرجع مرة ثانية لهون. الآن هذا المثال اللي احنا حليناه مانيولي وطلعنا السي ان والفانكشن اف اوف اكس للاي اكس بالطريقة بتاعت الكومبلكس فورير فورم, فعملنا له برمجة على الماث كاد زي ما انتم شايفين. الآن بدي احط كي, ابلش بواحد, شوفوا كيف شكلها. البرمجة عبارة عن انه بس الحلو في الماث كاد انه بيعطيك سهولة البرمجة وتكتب المعادلة زي ما انت فعلا بتشوفها. فالمهم الان بدي اغير قيمة k بالسميشن اللي هو n ناقص k ل k, واغيرها لاثنين تشوف شو بصير معنا. مش واضح الشكل اللي بعده, طيب نخليها 20
لأن بلش ياخذ شكل معين للـ e to the power x اللي هي من ناقص باي لباي، فنخليها الآن 100 والشكل معنا ياخذ processing time، بلش ياخذ شكل واضح للـ e to the power x، وهاي من ناقص باي لعند باي، يعني من ناقص 3.14 لعند 3.14. لو نعمل تريس لهاي النقطة بنلاقيها 3.1، وتريس لهاي النقطة برضو ناقص 3.14. فهاي شكل من أشكال اللي احنا برمجناها. حطيت كمان برضو هيك اكسرسايز الثاني برضو شكلين، إذا متذكرين هذا اللي هو كان مباشرة بعد التكامل، بعد ما عوضت ناقص باي لعند ناقص باي، فكتبته بالشكل هذا وأعطاني برضو الـ e to the power x، وبرضو عملت further simplification وكتبته بالطريقة هاي برضو أعطاني e to the power x. يعطيكم العافية، ونرجع للمانيوال handouts. الآن في المثال الأخير، find complex form of Fourier series for f of x. وال f of x عندي المرة هاي step function ناقص واحد واحد، ناقص واحد من ناقص باي للزيرو، وواحد من زيرو. كيف نطلع ال Fourier series أو ال complex form Fourier series لهذا ال function؟ طبعا أول شيء راح نطلع ال factor cn. ف cn اللي هي زي ما نعرفها 1 على 2 L في تكامل من ناقص L لL. الL الحاصل في الأمر، الL اللي هي نص الفترة، نص الفترة اللي عندي باي، ف 2 على L بصير 2 على باي من ناقص باي لباي F of X. هلا F of X عندي ناقص 1 و 1 E to the power minus N باي على L بتروح، بظل عندي X dx. اوكي، خلينا نعمل اكسبانشن لهاي بحيث ان نشمل من ناقص باي لزيرو، من زيرو لباي. فالسي ان تساوي 1 على 2 باي مضروبه كلها هاي. الان تكامل الاول من ناقص باي زيرو، كم كان الاف اوف اكس؟ ناقص 1 اي او ماينس ان باي اكس مش باي دي اكس، زائد تكامل من صفر لباي، ال f of x كانت 1 e minus n x dx. فها شو تصير تعطيني؟ كله الان تكامل هاي 1 على 2 باي هاي ناقص اي، بصير عندي ناقص اي اي ان اول اشي باي ماشي، اخليها اكس بعدين بنعوضها كلها مره واحده على اللي هي اي ان او ماينس اي ان. هاي من وين لوين؟ من ناقص باي لزيرو، زائد فتكامل هذا الطرف يعطيني e minus i n x على minus i n. اوكي، حدود تكامل عندي من صفر لباي، هذا يصير 1 على 2 باي. نفتح قوس، الماينس مع الماينس بصير زائد، الماينس مع الزائد بصير ماينس. اوكي، والواحد على i n بدي اخذها اطلعها برا، فبصير عندي 1 على اي ان. خلينا نحط حدود تكامل، الاكس زيرو بتصير 1، وهلا ناقص باي بالاكس بصير عندي ناقص اي ماينس اي ان باي زائد هون مش ناقص زائد، هون ناقص اي ماينس اي ان باي، والزيرو ده الاكس بصير 1، بصير عندي ناقص 1
الآن بدنا نجمع الأشياء المتشابهة مع بعضها ونطلع الواحد على اي ان برا. هاي واحد على اي ان كمان، نطلع الواحد على اي ان برا هون، فبصير عندي تساوي واحد على اثنين باي اي ان في واحد ناقص اي ماينس اي ان باي. هلا عندك ناقص هون، بصير عندي برضو ناقص e minus i n pi، وناقص مع الناقص يصير زائد واحد. اوكي، هلا الواحد هاي بدي استعيد عنها minus 1 to the power n، وهاي بدي استعيد عنها minus 1 to the power n، بصير عندي 2 ناقص 2 في minus 1 to the power n. اذا بصير عندي سي ان بدها تساوي 1 على 2 pi i n 2 ناقص 2 ناقص 1 to the power n. داخل 2 عامل مشترك طلعها برا، مع 2 اللي هون تختفي، فبتصير عندي 1 على i n pi في 1 ناقص، وهاي هي c n. الآن ممكن نعمل نخلص من i بالمقام، نضربها بi على i، ممكن نعمل زي هيك، وممكن برضو نخليها بالطريقة هاي، وأنا بدي أخليها بالطريقة هاي، ما فيش مشكلة فيها. إذا الـ f of x اللي هي كانت من ناقص واحد، والـ الـ x بتروح من ناقص باي للزيرو، و x من زيرو لباي، هاي كلهم بدي أستعيد عنها بالطريقة هاي. الآن للناقص مال النهاية، مال النهاية ناقص i على n باي، اوكي في واحد ناقص، في مضروبة هاي كلها في e to the power minus i n في x. f of x تساوي ناقص ما لا نهاية للما لا نهاية واحد على i n pi، اوكي واحد ناقص ناقص واحد to the power n، وكل هاي e to the power minus i n في x. ولغاية هون نقول الله يعطيكم العافية، وهاي الcomplex form للفوري سيريز مع الexamples. نرجو أنكم استفدتم من هذه المحاضرة، والله يعطيكم العافية.